حبل اهل الدميع طويل عليم ودموع تصب عشان هالماساة تخرب شبات عباد يرانون هالمامور الثاني إذا تقدر تأخذ تواصل بي كذلك نجد في الركن الثالث مجموع الشهداء، والشهداء طبعا من الصغير إلى الكبير، نجد من بينهم طفلان، الرضيع، أيضا حتى الأجنة موجودين، الشباب موجودين، الشيبة كذلك، جانب من العلماء والأساتذة. نعم هناك بعضهم في المظاهرة تسقط شهيدا، وبعضهم وبالخصوص الرضع والشيبة، الرجال الشيبة استشهدوا في داخل بيوتهم بسبب الغازات السامة التي كانت ترمى من قبل المرتزقة النظام الخليفي على بيوتهم. كل العالم المستضعف يحمل هم واحد، نحن في البحرين نعتقد أن ما يتعرض له الأخوة في نيجيريا، في فلسطين، في العراق، في اليمن، هو بنفس الهدف الذي يتعرض له الآن شعب البحرين. بالنسبة للزوار، نعم من كل العالم، ومن البحرين نجد قليل جدا من الذين يتوافدون، وهناك سبب رئيسي، خوفا من سطوة النظام والاعتقال بعد رجوعهم إلى البحرين، أي أنه يعتبر هذا الأمر بالنسبة للنظام عمل غير جائز، يكون هذا العمل هو تهديدا لوجود النظام، لذلك أي شخصية تتواجد في هذا المكان يعتبر هو عدو بالنسبة لهم ويتم اعتقاله. نعم اليوم إذا أصبحت الكلمة هي تهديد بالنسبة للنظام وتؤدي إلى الاعتقال كما ذكرت لكم بالنسبة للقيادات، النظام كل صغيرة وكبيرة يجدها هو تهديد من خلال كلمة، من خلال صورة، من خلال فيديو، من خلال مشاركة، من خلال وقفة تضامنية من قبل المجتمع الدولي أو المجتمع الحر أو العالم الحر. هو بالمرحلة الأولى كما انطلق الإمام حسين سلام الله عليه أنه مثلي لا يبايع مثله، هي ثورة 14 فبراير أيضا انطلقت تحت هذا العنوان، أي أنه عنوان إنساني بحت لا يخلو واقعا من الشرعية الداعمة إلى هذا العمل الإنساني والشعبوي. وهذا هو الهدف الأساسي الذي أراد الإمام حسين سلام الله عليه أن يوصله للأمة الإسلامية والأمة الإنسانية بشكل عام، استغلال المناسبات
لنشر هذه المظلومة أمر جدا مهم. يعني كل العالم للأسف الشديد لا يتصله الحقيقة 100%، ولذلك نحتاج أن نكون نحن في كل موقع نستغل فيه الفرصة لنشر المظلومية، مظلومية شعب البحرين.